بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل Chapter 7 Raft Foundations. هناخد النهاردة Part 5، ده استكمال لخطوات تصميم Raft Foundation. الخطوة الأولى في التصميم لو تذكر في البارت السابق كان إزاي تقدر تحسب المحصلة بتاعت أحمال المبنى كله وإزاي تعرف مكان تأثير هذه الأحمال. في البارت ده هناخد ستيب 2 اللي هي calculate the property of the raft. انا عندي الرافت لو تفتكرها من المره اللي فاتت كان عرضها B وكان طولها L، وكان في كام عمود لو تذكر؟ كان في 9 اعمده في البارت السابق. هنجيب الخواص بتاعت الرافت ببساطه خالص، هجيب الاريا بتاعتها L times B مساحه، واجيب الاي اكس، طبعا الاكس ده محور اكس وده محور واي، نجيب الاي اكس اللي هي الموازي في العمود التركيب على 12، يعني ال في بي تكعيب على 12، واجيب الاي واي اللي هي البي في ال تكعيب على كام؟ على 12. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نبتدي نحدد الاستريسز تحت الرافت ده. طبعا الاستريسز هيبقى نون يونيفورم. ليه نون يونيفورم؟ عشان المحصله مش هنا. طبعا المحصله لو كانت هنا اهوت خلاص يبقى الاستريسز تحت النقاط اللي تحت الرافت كلها متساويه، لكن المشكله كانت الرافت المحصله كانت هنا لو تذكر في الجزء السابق، يبقى في الحاله ديت الاستريسز هنا غير هنا غير هنا غير هنا. المفروض ان احنا نجيب الاستريسز ازاي؟ القانون بتاعنا اللي احنا خدناه في السترينس اوف ماتيريال، الكيو بتساوي ايه؟ الار او البي توتال اللي احنا جايبينها على الاريا زائد او ناقص ام اكس في واي على اي اكس زائد او ناقص ام واي في اي واي او في ام واي في مين هنا اهوت في اكس على اي مين واي. السؤال دلوقتي بقى انا عندي البي توتال على الاريا يبقى هيطلع لي رقم هنا اهو زائد او ناقص ام اكس ما جبناهاش والاي اكس عندي، اقول له الام اكس عباره عن ايه؟ الام اكس لو عايز تجيبها هي عباره عن البي توتال مضروبه في مين؟ في الاي واي اللي انت جايبها من الخطوه السابقه. اما الام واي فهتلاقيها برضك البي توتال او الار مضروبه في مين؟ في الاي مين؟ في الاي اكس. يعني انت بقى عندك ام اكس وعندي اي اكس، يبقى في الحاله ديت هيجي لي رقم كده مضروب في مين؟ في واي. زائد او ناقص نفس الكلام، ام واي عندي والاي واي عندي، هيطلع لي رقم تاني هنا مضروب في مين؟ في اكس. فبقت هي المشكله هي ايه؟ تغيير الواي والاكس. حسب بقى اقسم الرافت بتاعي لمجموعه من الشرائح وابتدي احدد الشرائح بتاعتي طبعا على حسب السنتر بتاعت المسافه ما بين العمود والعمود، يبقى دي شريحه ودي شريحه، يعني عندي هنا كام شريحه؟ 1 2 3 4 5 6 شرايح هنا. طيب النقط بقى تقاطع الشرايح مع بعضيها ديت ابتدي اقدر اجيب مين؟ حسب الاكس والواي بتاعتها اقدر اطلع ها الاستريسز عند كل نقطه تحت الايه؟ الرافت بتاعتي. طيب نعمل الكلام ده، ممكن نعمله في جدول ببساطة خالص ونقول البوينت اللي هي النقطة A B C and so on، كل نقطة ليها X وليها مين Y، وأقدر أجيب الكيو بتاعتها ولا لأ؟ أقدر أجيب الكيو. لازم أقارن الكيو بقى، أكبر كيو عندي لازم تكون أقل من مين؟ من الـ Allowable Soil Bearing Capacity، وطبعا مش عايز كمان إيه؟ ها؟ مش عايز يكون في تنشن، يعني مش عايز يطلع لي نيجاتيف هنا اهوت عشان ما يبقاش في تنشن في تحت الأساس، وده هيعمل لي مشكله عشان السويل لا تتحمل الشد. طبعا لحد هنا ممكن تقول ان انا هستخدم البليت فليت رافت، مفيش اي بيدستالز عشان انا لسه ما اتكلمتش عن الاعمده او خلافه. شكرا.